المصالح العمومية بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بالجميع باسم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في هذا اللقاء بمدينة مراكش. كما أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل لجميع أعضاء الجمعية العالمية المصالح العمومية للتشغيل للثقة التي وضعوها في المغرب عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من خلال انتخابها كرئيس للجمعية. وإنني على يقين أننا سنعمل جميعا داخل هذا الإطار من أجل توسيع قاعدة المنخرطين في الجمعية وأعضائها وإنتاج وابتكار ما من شأنه أن يساعد على تعزيز وتطوير الخدمات والبرامج المقدمة من طرف المصالح العمومية للتشغيل وكذا تبادل الخبرات الناجحة بين الأعضاء. هذا اللقاء الذي يعد مناسبة هامة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة المتعلقة بتطوير برامج وآليات مرور التشغيل وتوطيد الشراكات وإنتاج برامج التعاون بين المصالح العمومية للتشغيل في جميع البلدان الأعضاء. كما يسعدني أن أرحب بجميع الوفود المشاركة متمنيا للجميع مقاما طيبا في المملكة المغربية وبمدينة مراكش العتيقة. إن المؤتمر الحالي هو ثاني مؤتمر ينعقد بهذه المدينة مراكش الحمراء بعد مؤتمر سنة 2003، كما استضافت المملكة المغربية 10 ندوات دولية في إطار أنشطة جمعية، وها نحن اليوم نلتقي في المؤتمر 11 الذي اختار كموضوع للتدارس والنقاش المصالح العمومية للتشغيل في سياق التنمية المستدامة وعصر الرقمنة، والذي يتزامن مع انعقاد جمع عام للجمعية العالمية للمصالح العمومية للتشغيل. من خلال مبادرات قادرة على منح كل باحث عن شغل مواكبة عن قرب ذات قيمة مضافة فعلية تيسر له الخروج إلى الشغل المأجور أو التشغيل الذاتي، إضافة إلى توفير دعم ملائم لقطاعات ومقاولات الجهة. حضرات السيدات والسادة، تعتبر الرقمنة قاطرة استراتيجية للتطور لا بد من الانخراط فيها، وقد عملت الوكالة على ذلك منذ نشأتها، حيث بررت نظاما معلوماتيا يرتكز على قاعدة وطنية سنة 2001 مستغلة التطور التكنولوجي آنذاك وبداية تمقرطة الإنترنت. الهدف الاستراتيجي حينها كان هو الشفافية، تكافؤ الفرص، تقريب الخدمات من المواطنين في بلد مساحته تناهز مليون كيلومتر مربع، وعيا منها أن إمكانياتها البشرية والمادية لن تسمح بتأطير مباشر لكل مغربية ومغربي وباحث عن شغل على العموم. الملتقى الحالي لمنظمو المغرب هو داخل في إطار المؤتمر 11 للجمعية العالمية للمصالح العمومية للتشغيل، واللي اختار موضوع أي دور للمصلحة العمومية للتشغيل فيما يخص التنمية المستدامة وكذلك الرقمنة. قبل من هذا المؤتمر تم بالأمس عقد اجتماع الجمع العام للجمعية واللي عرف انتخاب المغرب كرئيس لهذه الجمعية العالمية، والمغرب هو أول دولة من خارج كندا وكذلك أوروبا لكي يتم الانتخاب ديالو من طرف الجمعية العامة كرئيس لهذه الجمعية اللي كتضم 85 دولة واللي كتعتبر أحسن فضاء وأنجع فضاء لتقاسم التجارب الناجحة فيما يخص برامج إدماج الباحثين عن شغل، مواكبة المشغلين، لا فيما يخص المقاربات، لا فيما يخص الوسائط، لا فيما يخص القنوات، ولا فيما يخص تعزيز القدرات وتنظيم المصالح العمومية للتشغيل وكذلك الرقمنة. Soutenez et soutenons la candidature du Royaume du Maroc pour l'organisation
de la Coupe du Monde sous vos appuis.